يمكن من ابرز الملفات اللي دايما يعني جمهور الزمالك او حتى اعضاء جماهيرهم بيهتموا بيها هي فكره قيمه نادي الزمالك السوقيه. بص ده بحكم شغلي ان انا بشتغل رئيس تنفيذي لواحده من اكبر شركات الاعلان، هي اكبر شركه اعلان في العالم في مصر وشمال افريقيا. فبحكم شغلي هم بيتوسموا ده. الموضوع مش بالسهوله دي. الموضوع انت بقالك 10 سنين بتهدم في ايمج نادي الزمالك بدون مبالغه، انا بقول لك الكلام ده، انا يعني مفيش حاجه تخليني اقول كده، يعني انها بتهدم في ايمج نادي الزمالك بقالك 10 سنين ولا مجلس اداره كان يعني بيعكس القيمه الحقيقيه لنادي الزمالك، ولا الكلام اللي كان بيتقال، ولا القناه اللي كنا بنتفرج عليها. فكل ده اثر بالسلب على قيمه نادي الزمالك. هل دي قيمته الحقيقيه اللي موجوده؟ لا طبعا، لا طبعا. انما الحقيقه ده ملف، الملف ده فيه عقود معموله، يعني العقد البث معمول مده 4 سنين، حتى في حاجات تانية معمولة مدة طويلة، إنما هنشتغل فيها ونلاقي لها حلول، يعني مفيش مشكلة في ده. أنا الحقيقة مش بس في الحتة التسويق، لأنه الحقيقة يعني داخل في ملف شركة الكرة، متحمس جدا لشركة كرة القدم. طبعا في ملف الكرة ماسكه كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد، ودي نقطة مهمة. كابتن حسين السيد من أفضل الناس اللي أنا اشتغلت معاهم، أنا تعرفت عليه بس وإحنا بنشتغل على الملفات في الثلاث أربع شهور اللي فاتوا، مش عارفه قبل كده. من أفضل الكوادر اللي أنا اشتغلت معاها، ومنظم جدا ودقيق جدا، وده اللي إحنا محتاجينه في الكورة. وراجل بتقول له الحاجة ما فيش سر بيطلع لغاية إتمامها، وده كان مفتقد في نادي الزمالك، كل حاجه بتعرفها في نادي الزمالك قبل ما تتعمل اساسا. فهيبقى طفره كبيره. انا الحقيقه مهتم جدا بموديل شركه الكوره، لانه انا بشوف لغايه دلوقتي انه ما اتعملش موديل شركه الكوره مظبوط في مصر. فبالقامات اللي موجوده معانا زي مهندس هاني بيرزي، استاذ عمرو ادهم، قيمة كبيرة جدا استاذ عمرو ادهم يعني لو تعرفت عليه، وطبعا الاستاذ محمد الاتريبي، وقامات تانية الحقيقة شغالين على ملف شركة الكورة، وازاي نجيب مستثمرين، وازاي يعني ممكن في يوم من الايام نطرح شركة الكورة دي في بورصة سواء مصر او برا مصر. فده اوبجكتيف مهم جدا، والحقيقه انا رايي ان احنا هناخد خطوات فيه مهمه جدا نسبق الانديه الاخرى. حضرتك شايف ان ممكن يبقى خلال قد ايه شركه الكره يبتدي يبان ملامحها بعد يعني الانتخابات؟ انا في رايي لا، ناخد القرار بعد الانتخابات مباشره، انما فيها ستابس كتيره عشان تدرج شركه في البورصه، وفيها يعني فيها ستابس كتيره لازم تاخدها، فاعتقد يعني بتاخد من على الاقل 2 سنين.